تاي بوكسينج بلعبها once a week أو twice a week حسب ال حسب قديش عندي free time, بس minimum مرة بالجمعة. بساعد كمان إنه my cousin توني أندراوس هو بدرب منتخب لبنان بالتاي بوكسينج و he's a champ بوزنه. كتير هيك بحس واحد حاله هيك ريليفت, هيك مرخي أعصابه, طلع ستريس كله منه. وبذات الوقت it's a martial arts, it keeps you in shape, it keeps you هيك flexible, يعني مثل كأنه واحد بيكون عطول stand by mode أو ready to fight يعني إذا كنا نقول. وغير هيك أنا بحب اللعبة كثير من أنا وصغير. أكيد تأثرت بالأفلام يلي ربينا عليها مثل جان كلود فان دام وجاكي شان والأخبار هول, وكملت معي من وقتها وبعدني بلعبها.